السلام عليكم جميعا. في دروس لشرح صناديق ومجموعات أدوات الأركتول بوكس، بالإضافة لشرح جميع الأدوات ومن خلال موقع JS4W. الشرح راح يكون بسيط وسهل جدا، لذلك في هذا الفيديو سيتم شرح صندوق أدوات نمط الزمان والمكان. موجود عندنا هون، في عندنا 5 أدوات. تابع هذا الفيديو لمعرفة وصف جميع هذه الأدوات بالإضافة لشرحهم. وقبل البدء في الشرح، موجود عندنا جدول إكسل فيه مسار ووصف جميع الأدوات نمط الزمان والمكان. نفتح جدول الإكسل، في عندنا الاسم والمسار، الاسم باللون الأحمر. موجود عندنا أيضا مجموعة الأدوات بالإضافة لصندوق الأدوات، كذلك الوصف. طبعا أي شخص يرغب بالحصول على هذا جدول الإكسل بتعليق على هذا الفيديو راح يتم إرسال رابط من خلاله يتم التنزيل. وأيضا يفضل مشاهدة هذا الفيديو لأي شخص مستواه في البرامج الـ ArcGIS فوق الأساسي لتسهيل فهم استخدام هذه الأدوات. إذا ننتقل إلى أي متصفح ونكتب js4w.com. طبعا هذا الموقع مهم جدا لكل مهتم في برامج الـ ArcGIS والـ JS بشكل عام، بالإضافة لعلب المساحة. في عندنا موجود 3 دورات مجانية على برامج الـ ArcGIS، بالإضافة لتنزيل برامج JS مثل الـ ArcGIS والأوتوكاد والكيو جي اس والجلوبر مابر والسيفل 3D. أيضا موجود عندنا الـ Arctool Books جميعا وجميع الصناديق الأدوات ومجموعات الأدوات والأدوات نفسهم، بالإضافة لمقالات بتهم نظم المعلومات الجغرافية وأيضا معلومات جغرافية. كذلك موجود عندنا نسخة باللغة الإنجليزية، نقدر احنا ننتقل الى اللغة الانجليزية لاي شخص يعني بيحب انه يفهم هذا الموقع بدون اللغة العربية. نرجع على اللغة العربية ونبلش شرح صندوق ادوات نمط الزمان والمكان. في البداية لازم نعرف شو المقصود بهذا صندوق الادوات. بنروح على بروبرتيز وننسخ اسم الصندوق، بنروح على الموقع وعلى ايقونة البحث ونقوم باللصق او كتابة اسم الصندوق الادوات. بيظهر عنا عدة خيارات. طبعا عندنا مقال باللغة الانجليزية، ننزل الى الاسفل في عنا صندوق ادوات الزمان والمكان، بندخل عليه ونقوم بقراءة المعلومات الموجودة في هذا المقال. طبعا صندوق ادوات الوقت اللي هو خاص بالزمن والمكان بيحتوي على مجموعة من الادوات الاحصائية لتحليل توزيعات وانماط البيانات من خلال المكان والزمان، طبعا خاصة في المعالم الجغرافية الفيتشرز اللي هي 3D وال2D. ايضا كذلك الادوات الموجودة تهتم في تحديد اتجاهات النقاط ذات دلالة احصائية مع الوقت، مثل تتبع منخفض جوي او مثلا نقاط جريمة ما او تفشي الامراض في اكثر من وقت او فترة زمنية. اذا بنستخدم هذا الصندوق بتحليل هذا الأنواع من البيانات. بعد قراءة هذه المعلومات عن هذا صندوق الأدوات، أي استفسار نقدر إحنا من خلال قسم التعليقات نكتب أي تعليق أي استفسار عن هذا صندوق الأدوات، ومن ثم نكتب على نشر وسيتم الرد. وأيضا قبل البدء بفهم الكلمات المترجمة من الإنجليزي إلى العربي، الأفضل أن أقوم بقراءة معاني المصطلحات الإنجليزية اللي تم ترجمتها للغة العربية من خلال مقال موجود فيه ملاحظات لجميع هذه الكلمات. فالأفضل قبل ما أفهم أنا أي صندوق أدوات أو أي أداة، بروح بكتب على أيقونة البحث مقدمة المرحلة الثانية، بضغط انتر، بيجي عندنا هذا المقال الخاص في المرحلة الثانية اللي هي مستوى متوسط في تعلم على RGS. بدخل على هذا المقال، بنزل الأسفل قليلا، في عنا ملاحظات هاي مهم قراءتها كما ذكرت قبل البدء في ترجمة أو قراءة معاني الأدوات. في عنا مثلا كلمة معلم أو ميزة اللي هي الفيتشرز المقصود فيها، مثلا عندي طبقة طرق فيها 20 طريق، كل طريق يعتبر معلم جغرافي أو ميزة جغرافية أو بالإنجليزي فيتشرز. إذا كلمة معلم مقابلها فيتشرز. ايضا فئة الميزة اللي هي الفيتشر كلاس، فئة الميزة المقصود فيها الطبقة داخل قاعدة البيانات الجغرافية والتي تتكون من مجموعة من المعالم. ايضا اذا كانت الطبقة لوحدها بتكون شيب فايل، واذا كانت داخل قاعدة البيانات فيتشر كلاس. المقصود بكلمة السمة او السمات اللي هي جدول البيانات الاتربيوت تيبل للمعالم والظواهر الجغرافية،
وكلمة النقطية مقصود فيها البيانات الراستر، يعني الراستر داتا، الصور الجوية والاستشعار عن بعد وطبقات السطح السيرفيس، بالإضافة لطبقات الـ TIN وخرائط الدم والسلوب وغيرها من هذه البيانات اللي هي النقطية. أما البيانات المتجهة اللي هي الفيكتور داتا تتمثل على شكل نقطة أو خط أو مظلة. أيضا جميع البيانات المضيوفة عندنا في جدول المحتويات اللي هو Table of Contents اللي بتكون موجودة هون، أي طبقة إحنا بنستدعيها اسمها طبقة أو Layer. إذا أنا بعد ما فهمت معاني هدول الكلمات الأساسية بقدر إني أفهم الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى العربية لفهم جميع الأدوات. أما بالنسبة للأدوات بنأخذ على سبيل المثال عندنا الأداة موجودة هون، بندخل عليها أو بندخل على أي أداة طبعا إحنا بدنا إياها بهذا الصندوق. عشان نفهم شو المقصود بهاي الأداة بنقوم بنسخ اسم الأداة Ctrl C، وبعدها بنروح على الموقع وعلى أيقونة البحث وبنلصق اسم الأداة. هيك إحنا عشان نتعرف كيف نقوم بفهم وشرح جميع الأدوات. موجود عندنا بهذا المقال الأداة اللي إحنا بدنا إياها، بندخل على المقال. موجود عندنا طبعا التنقل السريع، طبعا في التنقل السريع موجود عندنا أكثر من مدخل ومعامل في هاي الأداة، موجود عندنا 3 4 5 6 6 معاملات بالإضافة للوصف. هاي عندنا الوصف في هاي الأداة، طبعا الموقع ترجم الوصف باللغة العربية. لو روحنا نقرأ شو المقصود بهاي الأداة، طبعا هاي الأداة بتكون بتحديد الاتجاهات لكثافة النقط من خلال تحليل الزمن والمكان للمعالم الجغرافية من خلال مثلا الكثافة والاستمرار والمناقصة والنقاط المتقطعة وتاريخ النقاط الساخنة والباردة. احنا هيك فهمنا شو المقصود بهاي الأداة. بالإضافة إذا احنا مثلا بدنا نفهم شو المقصود برقم 4 أو المعامل رقم 4، ننزل إلى الأسفل على رقم 4 وبنقرأ شو المقصود بهذا المدخل، نقرأ هذا الوصف فإحنا بنفهم شو المقصود بأي وصف. طبعا المدخلات في عنا نقاط إجبارية أو مدخلات إجبارية اللي هي باللون الأخضر، والمدخلات الثانية إحنا بنقدر ندخلها أو بنقدر نتركها افتراضية كما هي. أيضا بنفس الطريقة أي أداة إحنا في عنا استفسار فيها بننزل على قسم التعليقات بنكتب أي تعليق ونكتب على نشر وسيتم الرد. إذا بهاي الطريقة ومن خلال موقع JS4V أنا بقدر أفهم أي أداة داخل صندوق الزمن والمكان، وأيضا أي أداة موجودة في الارك تول بوكس. مثلا لو أنا رحت على صندوق أدوات الأناليسيس تولز، رحت على ثاني مجموعة أدوات، مثلا أنا بدي أفهم شو المقصود بالسبيشال جوين، بدخل عليها وبنسخ الاسم اسم الأداة، وبعديها بروح على أيقونة البحث بكتب اسم الأداة أو بلصق اسم الأداة. أداة اسمها الضم المكاني لنقل البيانات من طبقة لطبقة. فأنا باجي بعد ما بحث عن الأداة بقرأ وصف الأداة بالإضافة لمسار مكان وجود هاي الأداة، بقرأ جميع المدخلات. أنا هيك فهمت كيف أستخدم هاي الأداة. كذلك أي استفسار بتعليق صغير في قسم التعليقات عن أي أداة إحنا بدنا إياها راح يتم الرد. إذن بهاي الطريقة ومن خلال موقع JS4V أنا فهمت وصف وشرح جميع أدوات الأركتول بوكس. إذن بهاي الطريقة أنا فهمت شرح جميع أدوات الأركتول بوكس. أنا بقدر أستعلم أو أبحث عن أي أداة وأفهمها. بتمنى أن الجميع أخذ فكرة واستفاد، وشكرا على المشاهدة والسلام عليكم.